طبتم وطاب مساؤكم. يتجدد اللقاء بكم في هذا الحفل الكريم كل عام مع دفعة جديدة من طلاب الجامعة العربية الدولية، دفعة المفكر والسياسي الوطني السوري فارس الخوري. حيث تختلط مشاعر الفرح والفخر والاعتزاز في هذا الحفل البهيج، ويزيد هذه المناسبة رفعة أن يكون معنا هنا كوكبة من أهل العلم والمعرفة، وفي مقدمتهم ممثل وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف راعي الحفل، الأستاذ الدكتور بطرس ميالة، وأسرة فارس خوري ممثلاً بالأديبة كوليت خوري. والأساتذة رؤساء الجامعات ومدراء المؤسسات العلمية والتعليمية والبحثية ورؤساء النقابات، مع ترحيبنا الحار بأولياء أمور أبنائنا الطلبة الخريجين الذين كان لهم الأثر الكبير لتعاونهم وتواصلهم مع الجامعة في إنجاح مسيرة الطلاب العلمية. وخير بداية لحفلنا هذا الاستماع لنشيد الجمهورية العربية السورية، تعزفه فرقة الأوركسترا بقيادة المايسترو عدنان فتح الله. عليكم سلام، أبت أن تذل النفوس الكرام، عرين العروبة بيت الحرام، وعرش الشموس حما لا يضام، ربوع الشآم بروج العلام، تحاكي السماء بعالي السلام، ربوع الشآم بروج العلام، تحاكي السماء بالشموس الوداع، سماء لعمرك أوكى السماء، رفيف الأمان وخفق الفؤاد، على عالم ضم شمل البلاد، أما فيه من كل عين سواد، ومن دم كل شهيد مداد، نفوس أمات وماض مجيد، وروح الأضاحي رقيب عتيد، نفوس أبات وماض مجيد، وروح الأضاحي رقيب عتيد، فمنا الوليد ومنا الرشيد، فمنا مسعود ومنا متمسكة بالأصالة لأنها عربية،
لأنها دولية متمسكة بالأصالة لأنها عربية منفتحة على كل العالم لأنها دولية بالحداثة عصرية وفي العلوم غربية بالفنون والرياضة أوسمتها ذهبية عربية دولية وبين العالم عصرية من بلاد الشام كانت وانطلقت من سوريا شخصيتها شرقية وهويتها عربية من بلاد الشام كانت وانطلقت من سوريا شخصيتها شرقية وهويتها عربية ترعى جارة الفيحة وامنا الدمشقية من نور والعلم أدي جامعتنا العربية عربية دولية وبين العالم عصرية جامعتنا العربية عربية دولية أهدافها سامية رسالتها حضارية فيها مهد الحرية الأديان السماوية يعلى شعارها الأخلاق وقيمها إنسانية عربية دولية وبين العالم عصرية عربية دولية وبين العالم عصرية عربية دولية وبين العالم عصرية. لا 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 لا
كلمة الخريجين يلقيها الطالب عمر شموط. زملائي الخريجين، أساتذتي الأعزاء، الأهل والضيوف، أيها الحفل الكريم، عمتم مساء. أقف أمامكم اليوم لأعبر لكم عن امتناني لكل ساعة، بل لكل دقيقة قضيناها في جامعتنا الحبيبة. أود أن أبدأ بشكر كافة أعضاء الكادر التدريسي والإداري الذين عملوا بكل صدق وتفان ليوفروا لنا أفضل ظروف التحصيل العلمي. أنتم يا من كدتم أن تكونوا رسلاً، نحن اليوم نقف أمامكم لنوفيكم بعضاً من حقكم، وأنتم الوافون. سلمت أيديكم يوم صنعتم منا جيلاً مختلفاً ألوانه. كما أود أن أشكر عائلاتنا التي لم تبخل علينا يوماً بكل الدعم والتشجيع في مسيرتنا العلمية منذ بداياتها، لنتمكن أخيراً من الوقوف في هذا الصرح العلمي الكبير، ونحن قادرون على مواجهة العالم والاستمرار في البحث عن المزيد من السعادة والرضا. ننهي اليوم رحلة 4 أو 5 سنوات من التفاني والعمل الجاد، لنكمل طريقنا بكل ما تعلمناه وبكل الذكريات الطيبة والصداقات القوية التي حصلنا عليها في هذا المكان. لن نتساءل بعد الآن عما يمكن للآخرين أن يقدموه لنا، فقد أصبح شغلنا الشاغل هو ما نستطيع أن نضيفه لبلدنا الحبيب ليصبح قبلة يؤمها القاصي والداني. وفضلاً عن صعوبة كل ما ذكرت، تأتي المسألة الأصعب، أن تقف وقفتي هذه على هذه المنصة لتستحضر كل ما مضى، وتتحدث بلسان كل خريج وخريجة، تتحدث عن تجربة متميزة لا تعاد ولا تنسى. أعزائي الحضور، تعلمنا في هذه الجامعة، الجامعة العربية الدولية والتي تشرفت وكثيرين غيري بها، بأن الحياة تستطيع أن تقدم لكل من يؤمن بها كل ما يحتاجه كي يواصل التقدم والإنجاز، وأن العامل الأساسي الذي سيحدد مصيرنا لا يتعلق ببيئتنا أو ملبسنا أو أي من الأطر التي ينظر المجتمع إلينا من خلالها، وإنما يتعلق بأفكارنا ونوايانا ومواقفنا وكمية الجهد الذي نكون مستعدين لبذله لنحصل على الإجابات الصحيحة. لم أرد التحدث عن نفسي، ولكن وباختصار شديد أود أن ألقي الضوء على أهم ما تعلمته في حياتي الجامعية. لم أكن أتوقع لحظة دخولي هذه الجامعة أن أواجه كل هذه التحديات العلمية الصعبة، حيث أن دراستنا ترتكز على الجانب التطبيقي أكثر من الجانب النظري، وعلى العمل وعلى ورشات العمل والزيارات التي كانت تحدث بشكل دوري لتعرفنا على كيفية آلية العمل والصعوبات التي قد تواجهنا وكيفية إيجاد الحلول الأمثل لها. ولعل أبرز ما يميز جامعتنا الحبيبة الجو الحميمي بين أساتذتها وطلبتها وكل العاملين فيها، وكيف كان أصدقائي يتشاركون المعلومة مع بعضهم بعضاً بأسلوب حضاري وعلمي. إن الوقت الذي أمضيته في هذه الجامعة علمني أنه ليس هناك خط نهاية، فرغم تخرجي أنا متأكد أن هناك الكثير لأتعلمه والكثير لأقدمه. كل ما أردت أن أقوله هو أن أحلامنا ليست أكبر مما يجب، وأن الأحلام الكبيرة أفضل من الرغبات العامة والبسيطة، إلا إذا كان جل ما نريده حياة مملة وخالية من الإنجازات. فاليوم نحن أمام نقطة انعطافية جديدة، نغلق باباً ونفتح أبواباً، نغلق باب الذكريات والصداقة ونفتح أبواب العمل والجد والأمل أيضاً، لنكمل الطريق، طريق 1000 ميل، وشعارنا
حي على العمل. عشتم وعاشت سوريا الحبيبة. كلمة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا تلقيها الزميلة دارين سليمان، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد طلبة سوريا. السيد الدكتور بطرس ميالة، ممثل راعي الحفل، السيد الدكتور وزير التعليم العالي، السيد رئيس مجلس الأمناء، السيد رئيس مجلس الإدارة، السيد رئيس الجامعة العربية الدولية الخاصة، والسادة العمداء الكليات، زملاء الطلبة الخريجين وأهاليهم، أيها الحفل الكريم، كل حروف الحب تبدأ من الشام. السلام على الشام وأهل الشام، السلام على نصر ينبعث أملاً وعملاً وغداً جميلاً، من سيف الشام إلى كل العالم، من زهرة ياسمينة تكورت في راحة يد طالب علم لم تخنه خطواته كل صباح إلى جامعته وإتمام تحصيله العلمي. السلام على من أصروا أن يأتوا تحت كل كرات نارهم وحقدهم، فمنهم زملاء قد رحلوا من بيننا، ومنهم من أصيب ولم تثنه الإصابة عن الاستمرار والنجاح. وفي خضم كل هذا الصخب وفي كل هذا الفضاء الواسع الكبير، التحية، كل التحية لسلام أرواح الشهداء الذين فرشوا لنا دروب العلم والعلا مقتدين بالصدور الكبار، مقتدين بالصدور الكبار وعظيم الأثر وقديسي الزمان، رجال الجيش العربي السوري والقائد المفدى سيادة الرئيس بشار الأسد. السيدات والسادة، زملاء الخريجين، أرتقي بوجودي بينكم، أكبر بالمدى الذي يحمله النجاح والتفوق، وهديكم المحبة والتقدير لمنظمتكم الغالية الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، التي كانت على الدوام رفيقة حياتكم الطالبية، تمد يدها إلى كل الفعاليات والنشاطات، وتضع طاقاتها لتذليل كل الصعوبات وحل المشكلات والمشاركة في اتخاذ وصناعة القرار، وهو دور ما كان له أن ينجح ويتحقق لولا الإيمان المشترك مع وزارة التعليم العالي، وعلى الأخص المعنيين بشؤون التعليم الخاص، ولولا النظرة العميقة والرؤية الهدف النابع من إدارة جامعتكم الجامعة العربية الدولية الخاصة، التي أسهمت وبشكل نوعي في رسم خارطة نجاحكم وعبوركم لسنوات الجامعة وتجاوبها المطلق مع رؤى الاتحاد والمقترحات، وتعاونها لنكون يداً واحدة تصوب الخطأ وتقوي الإيجابيات وتعزز من مستواكم العلمي والأكاديمي. وهذان الدوران الهامان، دور الوزارة والجامعة، هما محور أمنيتنا في فتح باب العمل والدخول إلى سوق الإنتاج والمتابعة الأكاديمية لتواصلهم مع الجهات المعنية. السيدات والسادة، زملاء الخريجين، أبارك لكم هذا التخرج الجميل دفعة فارس الخوري، أبارك لكل أسركم وأخص أمهاتكم اللواتي شاركنا بتعبهن وسهرنا لنجاحكم ووصولكم اليوم على منصة التكريم. مبارك لكم جميعاً، مبارك لسوريا التي ترفع رأسها بكم وبجيشها البطل وقائدها المفدى السيد الرئيس بشار الأسد. شكراً. كلمة رئيس الجامعة يلقيها الأستاذ الدكتور تامر الحجة.
الضيوف الكرام، مساء الخير. الأستاذ الدكتور بطرس ميالي، معاون وزير التعليم العالي، ممثل راعي الاحتفال الأستاذ الدكتور عاطف النداف وزير التعليم العالي، السادة الأساتذة رؤساء الجامعات، السادة الأساتذة رؤساء المراكز البحثية والمعاهد والنقابات المهنية، السيدة الأديبة المبدعة كلية خوري حفيدة أستاذنا الكبير فارس الخوري، السيدة دارين سليمان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الأستاذ القدير الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس الأمناء والسادة أعضاء المجلس، زملائي أعضاء مجلس الجامعة وزملاء أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة، طلبتنا الخريجين الأعزاء، أهالي ذوي الخريجين الكرام. بداية أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي على رعايته حفلنا هذا ومشاركتنا فرحة تخريج دفعة الشخصية الوطنية المميزة الأستاذ فارس الخوري، الذي شغل لسنوات ولمرات عديدة منصب رئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء في بلدنا الحبيب سوريا، وكان له الفضل في الإسهام بوضع أسس إقامة منظمة الأمم المتحدة. أيها الحضور الكريم، أرحب بكم بهذه المناسبة المفرحة لكم ولنا ولأبنائنا الطلبة، ونحيي جهودهم ومثابرتهم للوصول إلى هذا اليوم الجميل، يوم الفرح الحقيقي بإزالة ستار الحياة الطلابية ورفع راية الجد والعمل في مجالات تخصصاتهم المختلفة، والتي سعت الجامعة من خلال مسيرة دراستهم وتأهيلهم ليكونوا بناة المستقبل الواعدين بالعطاء والبناء والإخلاص. وإذ نذكر هذا الجهد لهم، لابد لنا من الإضاءة على الجهود المميزة التي بذلها أساتذتهم ومدرسيهم خلال مسيرتهم الجامعية. ففي السنة الماضية تم تطوير الخطط التدريسية لكليتي الصيدلة وإدارة الأعمال، وأنجزت الخطط التدريسية لكل من كليتي طب الأسنان والحقوق المحدثتين، كلية الحقوق التي بدأت الدراسة فيها هذا العام. وبالمقابل يجري التحضير لتأمين مستلزمات افتتاح كلية طب الأسنان في المقر الرئيسي للجامعة في غباغل. الحضور الكريم، تحرص الدول على إنشاء الجامعات والعناية بالبحث العلمي والدراسات العليا لتسهم في نهضتها العلمية والفكرية، ورغم الظروف الصعبة التي مر بها وطننا الحبيب، فإن جامعتنا أولت الاهتمام الكبير بالبحث العلمي الذي يعتبر من أهم وظائفها، إذ لا تقتصر مهام عضو الهيئة التدريسية في الجامعة على التدريس ورفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، بل تتعداها إلى العمل وإغناء المعارف التي تسهم في التطور والتقدم في المجالات العلمية والاقتصادية كافة، حيث تم خلال العام المنصرم نشر 25 بحثاً علمياً محكماً في العلوم الصيدلانية وهندسة المعلومات والاتصالات والهندسة المدنية والمعمارية والفنون وإدارة الأعمال، وذلك كله بفضل الباحثين والدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الجامعة والقائمين عليها، لتضع عنواناً بارزاً وهدفاً سامياً هو العمل الدؤوب في مجالات البحث العلمي وتطوير المناهج والخطط الدرسية. أيها السادة، تعمل جامعتنا على توسيع العلاقات والنشاطات الدولية، وذلك من خلال إبرام العديد من اتفاقيات التعاون العلمي الدولي، كان آخرها توقيع 3 اتفاقيات للتعاون العلمي، من خلالها يتم تبادل الطلاب وزيارات للأساتذة مع جامعات لاكويلا الإيطالية وديستو وألميريا الإسبانيتين، بالإضافة إلى الندوات العديدة والمؤتمرات التي نذكر منها المؤتمر الأول في الإدارة والتمويل والاقتصاد بحضور السيدين وزير التعليم العالي ووزير المالية وحضور عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين المهتمين بهذا الشأن، كما أقيم معرضاً فنياً برعاية وحضور السيد وزير الثقافة للفنان المبدع الدكتور باسم دحدوح، والمدرسة الشتوية في كلية الصيدلة بالتعاون مع إحدى الجامعات الألمانية.
ولا بد لي أن أذكر أيضاً أن جامعتنا هي عضو في عدد من المنظمات والهيئات والاتحادات الأكاديمية والعربية والدولية. وواجب علينا أن نذكر أن ذلك لم يكن يتم لولا الدعم والرعاية والحرص الكبير الذي توليه الدولة ممثلة بوزارة التعليم العالي ومجلسها الكريم، التي تعمل على تطوير الجامعات الحكومية والخاصة وافتتاح العديد من الاختصاصات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب الراغبين بمتابعة تدريسهم وتحصيلهم العلمي. الطلبة الأعزاء، ها أنتم اليوم تقطفون ثمار تعبكم ومثابرتكم وجدكم واجتهادكم بعد مشوار صعب مليء بالتحديات والعوائق، لكن المحصلة العلمية زاد غني ووفير، ولكم الحق أن تفخروا بأن جامعتكم قدمت لكم ما يمكنكم من اغتنام وخلق فرص عمل للبحث عنها، وذلك بعد أن زودتكم بالمقدرة على الابتكار والإبداع. أيها الخريجون، أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل الحياة، مرحلة رد الجميل لأهاليكم ووطنكم، مرحلة العطاء والتفاني والإخلاص. ليكن النجاح والتميز في العمل هدفكم ورائدكم، وبناء الوطن الغالي غايتكم. ختاماً، أتوجه بالشكر الجزيل لكل الأيادي البيضاء التي أسهمت في تطور وتقدم هذه الجامعة التي نعتز ونفتخر بها، الجامعة العربية الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.